السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، معكم سيد بدوي لمراجعة وتصنيع العدد والأدوات. وأول فيديو لنا النهاردة على القناة نراجع فيه قاطع حديد توتال ما بعد الاستخدام، بمعنى أني بشتري الآلة أو المعدة واستخدمها فترة زمنية معينة زي أسبوع أو شهر أو سنة، وبعدين أعمل ليها مراجعة بمميزاتها وعيوبها، وده بيكون أفضل من حيث المصداقية للشخص المشاهد والمتابع. وشركة توتال هي شركة صينية عملاقة استحوذت الفترة اللي فاتت على السوق المصري بكثرة لسببين، هما الجودة العالية والسعر المناسب والغير مبالغ فيه. مواصفات قاطع الحديد: القدرة 2350 واط، الجهد من 220 ل 240 فولت، التردد من 50 ل 60 هرتز، سرعة الدوران 3800 لفة في الدقيقة، قطر الاسطوانة 355 ملي بما يعادل 35 سنتي ونص بما يعادل في البوصة 14 بوصة، يتيح إمكانية التقطيع على ارتفاع 100 ملي أي بما يعادل 10 سنتي بما يعادل في البوصة 4 بوصة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نفتح الكرتونة سوا مع بعض. بسم الله ما شاء الله، وزن الديسك تقيل جدا، وده بيدل على أهم المميزات فيه وهي ثبات القطع أثناء الاستخدام، وكمان بدي انطباع للشخص المستخدم ان الشركة لم تبخل في استخدام الخامات التي صنع منها. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نشوف ايه الاكسسوارات الموجودة في قلب الكرتونة. رقم واحد اسطوانة قطعية توتال حجمها 14 بوصة، طبعا بقى حجمها اكبر من كده بس عشان انا استخدمتها فترة فصغرت. رقم اتنين عبارة عن مفتاح فك وربط لتغيير الاسطوانة وتغيير زاوية القطعية. رقم 3 فرش كربونية والاسم الدارج ليها في السوق شربون. مميزات قاطع الحديد: وهو الدعم القوي والذي يتمثل في السوستة الموجودة فيه والتي تتيح رد فعل قوي لتخفيف الضغط عن المحرك والاسطوانة. تاني ميزة موجودة معنا النهاردة في القاطع هو جسم المحرك المصنوع من الألمنيوم المتين ومن خواص الألمنيوم، سرعة التبريد لتفادي سخونة المحرك. تالت ميزة موجودة في القاطع وهي آلية اللقط السريع والتي تتمثل في المنجلة المصنعة بتقنية عالية التي تتيح سرعة فك وربط الخامة المراد قطعها. رابع ميزة موجودة في القطع هو احتوائه على اثنين مقبض، مقبض منهما يحتوي على مفتاح إيقاف وتشغيل المحرك، والمقبض الآخر لحمل القاطع منه مع مراعاة غلق قفل الأمان عند حمل القاطع ونقله من مكان إلى آخر. إجراءات السلامة والصحة المهنية التي يجب اتخاذها قبل استخدام قاطع الحديد: أولاً يجب تثبيت القاطع جيداً على سطح مستوي خالي من الاهتزازات. ثانياً يجب إبعاد سلك الباور الخاص بالقاطع بعيداً عن الاسطوانة لتجنب تلف السلك. ثالثاً وهي أهم نقطة وهي ارتداء معدات السلامة والصحة المهنية الخاصة بقاطع الحديد. وان شاء الله هعمل فيديو هشرح فيه ايه هي افضل معدات السلامة والصحة المهنية التي يجب ارتدائها عند استخدام قاطع الحديد، وان شاء الله هشرح فيه ايه هي افضل انواع وافضل اسعار، وهتلاقوا الفيديو موجود في علامة من علامات الاي فوق او هتلاقوه موجود على القناة باذن الله اول ما ينزل. كان لازم ابدأ بتغيير الاسطوانة لان الاسطوانة القديمة تأكلت، وهنا استخدمت مفتاح الفك والربط اللي موجود في الاكسسوارات، وكمان اتأكدت من زاوية القطع عشان اضمن جودة القطعية وزاوية القطع الصحيحة. ودي معدات السلامة المهنية اللي استخدمتها في الفيديو زي نظارة وخوذة وجاونتي ومريالة. هنا جهزت كذا قطاع من قطاعات التيوب والمواسير المحملة اللي هبدأ في قطعها. جهزت تيوب ومواسير بأحجام متفاوتة وسماكات متفاوتة، تبدأ من ملي ونص واتنين ملي وتلاتة ملي. Thank you.
من رأيي الشخصي ومن خلال تجربتي مع قاطع دامت لمدة أكثر من شهر، القاطع تحفة، بيقطع بسرعة على الرغم من سماكة اسطوانة القاطع، وده بيدي إحساس كبير بالأمان عن استخدام الصاروخ، وكمان بيخلي الشخص مطمن أثناء العمل. وغير كده القطع بيكون فيه مظبوط وقائم، غير قطع الصاروخ اللي بيكون فيه القطع جاي بزاوية عشوائية. طبعا بنصح السادة المشاهدين والمتابعين اللي بيفكروا يشتروا قاطع، بنصحهم بالقاطع ده، وخصوصا ان سعره غير مبالغ فيه زي شركات تانية كتير دونا عن ذكر اسماء، وسعره في السوق المصري يتراوح من 1300 ل 1350 جنيه، اي بما يعادل 80 دولار. اتمنى تكون استفدتم من مراجعة النهاردة، واتمنى تدعموني بلايك وشير للفيديو وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة عشان تشوفوا كل مراجعاتي اول باول. كان معكم سيد بدوي لمراجعة وتصنيع العدد والادوات. صلوا 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 على رسول